بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم اليوم المحاضرة الأولى لمادة التشريعات والعقود للفرقة الرابعة قسم ميكانيكا كافة الأقسام في مادة التشريعات والعقود، وهنبدأ المحاضرة الأولى بعنوان ماهية القانون ومصادره والقاعدة القانونية. فيفهم بالقانون، بمقصود القانون هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة والمنظمة لسلوك الأفراد داخل المجتمع. ده المعنى الفني الدقيق، في حين أن المعنى الواسع للقانون هو كل قاعدة قانونية ملزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، سواء كان مصدر هذه القاعدة تشريع صادر عن السلطة المختصة أو السلطة العامة، أو مستمد من الشريعة الإسلامية، أو مستقى من العرف، أو هي قاعدة عرفية استقر عليها الناس والعمل بها فترة طويلة من الزمن، أو من قواعد العدالة والقانون الطبيعي. في إطار دراستنا يقصد بالقانون هو كل القواعد القانونية الصادرة عن السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية داخل الدولة. لو جينا تطرقنا لخصائص القاعدة القانونية هنجد عدة خصائص. خاصية الأولى أن القانون مجموعة من قواعد السلوك، وبالتالي كما سبق القول إن القانون أو القاعدة القانونية بتهدف لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع والحفاظ على استقراره. فالقاعدة القانونية لا تكتفي بمجرد تقرير ما هو واقع فعليا، وكما أنها أيضا لا تقدم نصح أو إرشاد للأفراد، ولكنها تحدد السلوك الواجب اتباعه. فعلى سبيل المثال، لا تقول القاعدة القانونية أن الأضرار اللاحقة بالغير يهدد كيان الأفراد، أو أن عدم الوفاء بالالتزام والواجبات يهدد إلى استقرار وأمن المجتمع، فلا تقدم نصحا ولا تقدم إرشادا بوجوب الابتعاد عن الصقر مثلا وضرورة الوفاء بالعقود. وبالتالي القاعدة القانونية تحدد سلوك الأفراد والسلوك الواجب اتباعه من قبلهم حتى تحقق القاعدة القانونية الغاية والمبتغى منها. اثنين، القانون مجموعة من القواعد الاجتماعية. القانون بينظم زي ما قلنا سلوك الأفراد داخل المجتمع، وليس تنظيم سلوك الأفراد مع أنفسهم أو تجاه الخالق أو السلوك الديني، وهذا ما يفرق القاعدة القانونية عن الدين، حيث لا يتناول القانون سوى إلا يتناول فقط سلوك الأفراد المتصل داخل المجتمع واللي بيرتب علاقات بينها وبين الإيه؟ بينها وبين الأفراد. وبالتالي القانون لا يهتم لا بالضمير ولا بالنوايا الخفية ولا بالأحاسيس ولا بالغايات ولا البواعث داخل الفرد. وبالتالي المجتمع القانون ينظم سلوك الأفراد ويحاسب على السلوك حينما يخرج إلى نطاق عمل القانون. أما إذا أضمر الإنسان نواياه داخله ولم يخرجها إلى نطاق عمل القانون فلا حساب ولا عقاب عليه. وبالتالي فإذا كان القانون بيحدد السلوك الواجب على الأفراد اتباعه في المجتمع، فإن السلوك هذا يكون متصل كما قلنا بالغير أو بالجماعة أو بالمجتمع أو بالسلوك الاجتماعي، ولا زي ما قلنا لا يهمه القانون سلوك الفرد ده تجاه نفسه أو تجاه الخالق سبحانه وتعالى. ثالثا، القانون مجموعة من القواعد العامة والمجردة. يتسم القانون بأنه قاعدة عامة ومجردة تتجه بخطابها إلى الأشخاص المكلفين بأحكام هذه القواعد دونما تخصيص لذواتهم أو شخوصهم ودونما تمييز، فتطبق على كل الأفراد ذكورا وإناثا، أفرادا وجماعات، أجانب
وطنيين، وبالتالي القانون يخاطب الكافة دون ما تخصيص، مثل قاعدة كل شخص يقع أو كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل أهلية وفق المادة 44 من القانون المدني لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هو 21 سنة ميلادية كاملة. هذه القاعدة تتسم بالعمومية والتجريد لأنها تخاطب كل من بلغ سن 21 سنة، وبالتالي فهي قاعدة مجردة لعدم مخاطبتها أشخاصا محددين أو معينين بأسمائهم وذواتهم. ويلزم توافر صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية من حيث الأشخاص، الزمان، المكان. بالنسبة للأشخاص يجب تعلق القاعدة القانونية بتنظيم أمور غير محددة ومحددة الحالات والأفراد، وليس لتنظيم أمر شخص معين أو طائفة معينة من الأفراد. وبالتالي فلا يعد قاعدة قانونية القرار الصادر بترقية شخص أو بتعيين شخص أو بإعفاء شخص من منصبه. فهذه القاعدة لا تتسم بالعمومية والتجريد لأنها تختص بمين؟ تختص بشخص محدد. لكن أحيانا قد يخاطب القانون شخص محدد، شخص معين، وتظل القاعدة عامة ومجردة، مثل القانون المنظم لسلطات واختصاصات وواجبات وحقوق رئيس الجمهورية. أيضا قد يخاطب القانون فئة من الناس ومجموعة من الناس، لكن تظل أيضا القاعدة عامة ومجردة، مثل قانون المهندسين، قانون الأطباء، قانون المحامين، قانون المحاسبين، قانون أعضاء هيئة التدريس. أيضا بالنسبة لقاعدة العمومية والتجريد من حيث الزمان، الأصل أن هذه الصفة تتطلب في القاعدة القانونية الدوام والاستمرار لتواجه الحالات الحالات الحالية في الوقت الحالي أو الحالات المستقبلية، أي لا يجب أن تكون مؤقتة وقاصرة على زمن معين. أيضا بالنسبة للعمومية والتجريد الخاصة من حيث المكان، فأن القاعدة القانونية تطبق على كل إقليم الدولة، الإقليم البري والبحري والإقليم الجوي، سواء بقى هذا الإقليم ما يشمل من بحار ومحيطات وأنهار وجزر وما إلى ذلك. أيضا القانون يجب أن يقرن بجزاء، القاعدة القانونية يجب أن تكون مقرونة بجزاء وهي قواعد ملزمة وإجبارية. وبالتالي فالقانون إن لم يكن مقرونا بجزاء فلا يصبح قاعدة قانونية. وبالتالي القانون ينظم سلوك الأفراد داخل المجتمع ويحتم على الأفراد اتباع هذا السلوك وهذا القانون، وهذه القاعدة زي ما قلنا بتتسم بالعمومية والتجريد وتكون ملزمة وتكون مقرونة بجزاء. وبالتالي قد يصدر القانون أمرا صريحا بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري الذي دفع له الثمن، أو تلزم المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر بنهاية عقد الإيجار. دي قواعد دي قواعد ملزمة. كذلك القاعدة المحددة لسن الرشد 21 سنة تكليفا بوجوب الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للشخص البالغ لهذا السن الغير محجور عليه. وبالتالي يجب على الأفراد التزام بالقانون واتباع القاعدة القانونية. الإلزام هنا يكون إجباريا وليس اختياريا. وبالتالي فالجزاء هو النتيجة المترتبة على الإخلال بقاعدة القانونية. فالجزاء المدني يكون إما إلزام بالتنفيذ العيني عين ما التزم به، أو التنفيذ بمقابل يدفع تعويض. الجزاء الجنائي إما الحبس أو السجن أو الغرامة أو الإعدام. والحبس والسجن بيمس حرية الشخص، المصادرة للمال بتمس الذمة المالية، الإعدام بيمس حياة الروح، بيمس حياة الإنسان وروحه. الجزاء الإداري بيكون تنبيه، بيكون لوم، بيكون إنذار، بيكون عزل، فصل من الوظيفة العامة. بكده نكون أنهينا المحاضرة الأولى من محاضرة مادة التشريعات والعقود، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله نعدكم بمحاضرات أسبوعيا على مدار الترم إن شاء الله، ونتمنى لكل طلابنا الأعزاء التوفيق.